السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج تراحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا جاسر، يا مرحبا وسهلا فيك. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقتنا الليلة، مواضيع متنوعة وأيضا ضيوف متميزين، هذا وإلى جانب سلسلة من التقارير التي تواكب أبرز الأحداث والفعاليات التي تشهدها الدولة، وطبعا أبرز ما في حلقة الليلة. الموازنة العامة للدولة تحقق فائضا سيتم توجيهها لسداد الدين العام ودعم أيضا احتياطيات مصرف قطر المركزي وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار. تقارير دولية أيضا متخصصة تشيد بجهود شبكة الاتصالات والإنترنت القطرية خلال بطولة كأس العالم. إذن كانت هذه أبرز العناوين الرئيسية لحلقة الليلة جاسر. شكرا لك أخوي خالد. مشاهدينا الكرام، هذا وقد أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية تفاصيل الموازنة العامة للدولة لسنة 2023، مشيرا إلى أن فائض الموازنة سيتم توجيهه لسداد الدين العام ودعم احتياطات مصرف قطر المركزي وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 التي أعلن تفاصيلها سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية أظهرت تحقيق فائض بقيمة 29 مليار ريال، وقد أشار سعادته أن هذا الفائض سيتم توجيهه لسداد الدين العام ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار. طبعا الموازنة العامة لـ 2023 إجمالي الإيرادات 228 مليار، مصروفات 199 مليار، فائض 29 مليار. طبعا مقارنة بالعام الماضي كان فيه عجز 8.3، بس أي عجز بناء على الموازنة. طبعا الأرقام اللي احنا تكلمنا عنها في الربع الثالث كان فيه فائض ممتاز صراحة على مستوى الدولة بحكم أن سعر البترول طلع فوق 100 دولار. وأوضح سعادة وزير المالية أن الموازنة العامة بنيت على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو سعر يعتبر متحفظاً اعتمدته وزارة المالية ضمن استراتيجيتها لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة المتوقعة خلال العام وتمويل البرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية. تركز موازنة 2023 أول شيء إحنا نخصص الموارد المالية اللازمة للالتزامات القائمة، في عندنا مشاريع كثيرة مثلاً مستمرة، مطار، الريل، هاي طبعاً مشاريع هاي فيها فعليها التزامات، فالالتزامات هاي يكون نغطيها. أيضاً مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية، طبعاً إحنا خلصنا من أو خلنا نقول الاستراتيجية الوطنية الأولى والثانية، وحين نعكف على تطوير الاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وهاي حيكون لها حينتج عنها مبادرات وبرامج وحيكون لها يعني موازنة مخصصة أيضا. وسلط مكتب الاتصال الحكومي عبر حسابه على تويتر الضوء على أبرز 6 أرقام في موازنة 2023 وهي كالتالي: 199 مليار ريال إجمالي المصروفات، 228 مليار ريال إجمالي الإيرادات، 29 مليار ريال قيمة الفائض، 62.5 مليار ريال مخصصات الرواتب والأجور بزيادة نسبتها 6.3%، 39.1 مليار ريال مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بزيادة قدرها 1.5%، وبلغ الدين العام 44.5% بنسبة انخفاض بلغت 13.5%. وتبلغ تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام القادم 186 مليار ريال بالمقارنة مع 154 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%. وقد ساهم ارتفاع أسعار الطاقة والسياسة المالية للدولة المتمثلة في ضبط الإنفاق
ورفع كفاءته وخفض مستوى الدين العام وبالأخص الخارجي في تحسن التصنيف الائتماني للدولة. أشادت أيضا تقارير دولية متخصصة بجودة شبكة الاتصالات والإنترنت القطرية خلال بطولة كأس العالم التي تمكنت من استيعاب كميات هائلة وكبيرة جدا من الاتصالات وإرسال البيانات من داخل الملاعب وخارجها أيضا خلال المباريات. أشاد تقرير صادر عن شركة أوكلا الرائدة عالمياً في مجال ذكاء الشبكات وجودة الاتصالات بأداء شبكة الهاتف الجوال والإنترنت خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 وعدم تأثر الشبكة بأعداد المستخدمين المتزايدة خلال البطولة. وأضاف التقرير أن بطولة كأس العالم التي احتضنتها دولة قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 من ديسمبر هي النسخة الأولى التي تم فيها استخدام شبكات الجيل الخامس 5G، كما حصل المشجعون داخل ملاعب كأس العالم الثمانية على خدمات اتصالات متنقلة عالية الجودة. ووفقاً للمؤشرات وصل متوسط حجم المكالمات الصوتية التي أجريت من داخل الملاعب إلى أكثر من 1,000,000 دقيقة يومياً، وبمعدل نجاح وصل إلى حوالي 99.9%، فيما وصل متوسط استهلاك البيانات في كل مباراة إلى 20 تيرابايت بمتوسط سرعة تنزيل وصلت على شبكة الجيل الخامس إلى 355 ميجابت في الثانية، وبمتوسط سرعة تحميل وصلت إلى 63 ميجابت في الثانية. هذا ووصل استهلاك البيانات في استاد البيت يوم افتتاح البطولة في 20 من نوفمبر 2022 إلى أكثر من 50 تيرابايت. مشاهدينا الكرام، من جهتها أعلنت مشير بقلب الدوحة المدينة الذكية والمستدامة عن استقبالها أكثر من 4 ملايين زائر خلال فترة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 التي اختتمت فعالياتها مؤخرا. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. من قطر ومن مختلف أرجاء العالم توافد أكثر من 4 ملايين زائر على مشيرب، حيث حلوا ضيوفاً على قلب الدوحة خلال المونديال، لتؤكد هذه الإحصائيات على أهمية المدينة كونها وجهة عالمية مميزة لبت تطلعاتهم، إذ وفرت لهم مشيرب خلال فترة البطولة تجربة شاملة ومتكاملة في مختلف المرافق والفعاليات التي احتضنتها، ومن ضمنها المعارض والعروض اليومية والاحتفالات التي شهدتها أحياؤها وشوارعها. هذه الفعاليات المميزة جمعت الأسر والضيوف من مختلف الثقافات والجنسيات في وجهة واحدة لاكتشاف الثقافة والتراث القطري الأصيل، حيث استمتع ملايين الزوار بالأنشطة والمعارض والمرافق المميزة في كل شوارع وأحياء المدينة. وتوفرت على مدار أيام البطولة الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية، وباقة من المعارض أثرت تجربة كرة القدم ونقلتها إلى تجربة شاملة ومتكاملة. إذن أيضا وما زالت تتواصل المنافسات على جائزة كتارة لتلاوة القرآن الكريم في دورتها السادسة بمشاركة أكثر من 1,270 مشاركا من 63 دولة. وتعمل طبعا لجنة الفرز على تقييم أداء المشاركين لاختيار أفضل 100 مشارك للتنافس في المراحل أو في مراحل التصفيات النهائية في مدينة الدوحة. نعم أخوي خالد، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا السيد خالد عبد الرحيم السيد المشرف العام على جائزة كتارة لتلاوة القرآن. حياك الله. يا أهلا ومرحبا فيكم وفي جميع مشاهدي قناة الريان. يا مرحبا والله ومسهلا. في البداية ودنا نتحدث عن أبرز الدول المشاركة في
التنافس على مائدة جائزة كتارة لتلاوة القرآن؟ طبعا السنة هذه الحمد لله مقارنة بالعام الماضي في زيادة أكثر من 25% في زيادة عدد المشاركات، وخاصة بعد موضوع كوفيد-19 الحمد لله المشاركات تميزت، وأيضا الدول المشاركة لأول مرة احنا عدد الدول غير عربية إن أكثر من عدد الدول العربية، فالمشاركات كبيرة الحمد لله. وأغلى يعني خلنا نركز، إذا قلنا على الدول العربية العدد الكبير من مصر والسودان ومن ثم دول المغرب العربي، العدد الحمد لله تيجي في المرتبة الثانية، ومن ثم دول الخليج مشاركات خليجية الحمد لله جيدة. الدول الغير عربية كانت المشاركات من الهند، من باكستان، من كثير من الدول في أفريقيا، أيضا من أوروبا ومن أمريكا في مشاركات الحمد لله في تلاوة القرآن، خلنا نقول أو جائزة كتارة. السنة هذه تميزت ولأول مرة أن عدد الدول غير عربية أكثر من الدول العربية، ولكن لأنها هي جائزة عالمية فالحمد لله، وخاصة أن هذه الدورة السادسة ودورة متميزة، أن السنة هذه يعني ممكن السنوات الماضية الآخر سنتين كانت عن بعد بسبب كوفيد-19، ولكن السنة هذه إن شاء الله جميع المشاركين موجودين معنا في الحي الثقافي كتارة إن شاء الله فالهم التوفيق. طبعا أنت استعرضت أبو عبد الرحيم عدد المشاركين من الدول المختلفة، وأيضا يمكن نظرت إلى موضوع المشاركين من دولة قطر، هل عندك تعداد معين لهم؟ والله في أعداد الحمد لله، يعني السنة هذه بعد مقارنة بالسنوات الماضية أن عندنا مشاركات مع من قطر، وتم التعاون أيضا والتنسيق مع وزارة الأوقاف، تواصلنا معهم أن خاصة في طلبة بأصوات جميلة جدا أن تشارك، فالحمد لله تم التواصل وفي أعداد من قطر مقارنة بالسنوات الماضية كثير أفضل. ممتاز ما شاء الله تبارك الله. طبعا سيد خالد، ذكرت الانقطاع اللي حصل بسبب جائحة كورونا، فش اللي يميز هذه الدورة السادسة وبعد الرجعة شلون كانت الأوضاع؟ طبعا احنا جائزة كتارة لتلاوة القرآن تتميز أنه يمكن ربما هي الجائزة الوحيدة اللي فيها لجنتين، لجنة عذوبة الصوت ولجنة تجويد الأحكام، قواعد الأحكام نفسها والتجويد. فالحمد لله أن السنة هذه حيكون المشاركين كلهم موجودين. بلشنا احنا في عملية الفرز، لجان الفرز، أنه في اختيار أفضل 100 مشارك، وهذه المشاركين حيكونوا موجودين عندنا في الحي الثقافي كتارة خلال فترة، أن نحاول احنا عدد الحلقات نوصل فيها أن تقريبا 27 حلقة تكون، أو 26 زائد الليلة الأخيرة اللي هي إن شاء الله تكون الختام، فبإذن الله أن نحاول أن يكونوا كلهم موجودين، وفي تنوع كبير خاصة أن في الدول مختلفة، يعني لما يفوز عندك واحد مش عربي ويأخذ أفضل عذوبة صوت ما شاء الله، فهذه كانت من سنتين من الفلبين، وكل سنة عندنا الأسماء مختلفة، مشاركين مختلفين، فأنا أعتقد السنة هذه بوجودهم في كتارة، وجودهم في قطر، هذا أصلا يعطينا دافع حتى يساعدنا أيضا في موضوع التسجيل. يمكن احنا انقطعنا السنتين الماضيين حتى في موضوع السي دي، لان احنا دائما نختار اللي يتمون ويانا الخمسة انه يتم تسجيل اصواتهم وعلى وضعها في سيديات ان شاء الله، وهذه نرجع فيها السنة هذه باذن الله. ان شاء الله باذن الله، وبالعكس يعني هذا اجر من رب العالمين اللي انتم تسوونه، واعتقد انه يعني دائما يعني القرآن الكريم ما يحظى يعني بإقبال كبير من الناس، والواحد يتلهف عليه وان كان مقصر. ابو عبد الرحيم ودي اتكلم ايضا معك عن يعني الطريقة اللي مر فيها مثلا المتنافسون، كيف يتم تصفيتهم؟ يعني أنت تتكلم عن حاجة تقول إنه والله هذا صوت عذب، يمكن أنا وياك نسمع المقرأ أنت تستحسنه وأنا يمكن يستحسني أو أستحسن شخص آخر، فكيف يتم التقييم يعني على أي أساس؟ طبعا اللجان مثل ما ذكرت أن عندنا إحنا لجنتين، لجنة عذوبة الصوت ولجنة التجويد والأحكام. طبعا قبل ما ندخل شو اسمه في لجنة الفرز، ولجنة الفرز تقوم بفرز جميع المشاركين. احنا طبعا في المسابقة في واحدة من الشروط انه لابد من قراءة آيات معينة يتم قراءتها، ويكون في تسجيل ويتم إرسال التسجيل ويتم يكون الموضوع حي على أساس أن نقيم المشاركين. فلجنة الفرز تقوم باختيار أفضل
مشاركين المئة، والمئة هذه لهم اللي حيدخلون في المنافسة. ومن ثم المنافسة تمر في مراحل، لما نبلش في اللجنة، لجنة عذوبة الصوت ولجنة تجويد التحكيم، تبدأ في عمل تقييم. احنا نبدأها تقريبا 20 حلقة، كل حلقة فيها 5 مشاركين، وكل يتم اختيار أفضل مشارك، وهذا أفضل مشارك حينتقل إلى المرحلة الثانية. المرحلة اللي بعدها عندنا 4 حلقات، وكل حلقة أو 5 حلقات، وكل حلقة يكون فيها 5 مشاركين أيضا، ونفرز ونختار، يتم اختيار أفضل مشارك وصولا إلى 5 الفائزين، أو خلنا نقول 3 اللي حيفوزون من 5. هذا اللي حيدخلون في موضوع تقييم، وخاصة أن المرحلة الأولى يتم اختيار الآيات، هو يختارها، أو الصورة اللي بيقراها هو يختارها. زين، أما المرحلة الثانية والمرحلة الأخيرة لا، عن طريق لجنة التحكيم. لجنة التحكيم تطلب منا الآية معينة من الصورة معينة أنه يتم قراءتها. فهني احنا نعرف لجنة التحكيم تعرف مستوى وقوة القارئ. الحمد لله هذه كانت التجربة، وخاصة أن هذه الدورة السادسة، يعني مرينا بتجارب خلال 5 سنوات الماضية. دائما اللجنة عذوبة الصوت يعني يهتمون كثير في موضوع المقامات نفسها. موضوع الارتفاع ونزول الصوت، خلنا نقول هذه حتى النفس نفسه. فيتم قياس كل الأمور هذه من خلال لجنة عذوب الصوت، وهذه هذا الفرق احنا بيننا وبين اي جائزة اخرى او مسابقة اخرى. اما تجويد الاحكام طبعا هي النسبة الاكبر، تاخذ تقريبا 60%. فتأكد ان الآيات صحيحة، الاحكام صحيحة، اللفظ صحيح، اللغة، طريقة الإلقاء صحيح، خلنا نقول القواعد التجويد صحيحة. فهذه النقطة لجنة التحكيم، ومن ثم 40% حق عذوبة الصوت. ومن ثم يتم اختيار أفضل 3 فائزين وجوائز مقيمة الحمد لله، وهم يتمون في اختيارهم في الحلقة الأخيرة اللي هو في الحلقة 26 ليلة 27. ما شاء الله تبارك الله. طبعا سيد خالد ذكرت معايير التقييم، أنا كنت بسألك عن معايير التقييم، ولكن ذكرت أن هذه الدورة السادسة، فبالنسبة لي طبعا أنا بعرف شو اللي تطور من الدورات السابقة للدورة هذه بالنسبة للتقييم. يعني أنت قلت لي أنتوا ركزتوا على خلنا نقول التجويد 60%، هذا اللي قلت 60% من نسبة التجويد، وأيضا روعة الصوت أو حسن الصوت، عذوبة الصوت، وأيضا التلاوة. صحيح. طيب التركيز هنا، هل كان التركيز على الـ3 أشياء هذه، هل كان مختلف في الدورات السابقة، أو حاولت أنكم تركزون على التجويد أكثر في هذه الدورة؟ لا، هي خلنا بس أوضح أن هي نسبة 60% اللي هي على التجويد والتلاوة والأحكام نفسها، و 40% على عذوبة الصوت. فاللجنتين، كل لجنة تقيم التقييم، تحط الأرقام، كل محكم يحط الرقم، كل واحد من نفسه منفصل يحط الرقم، ومن ثم يتم يحسبون التوتال كم يكون، أو المجموع كم، وتطلع النسبة حسب النسبة. وإحنا في السنوات، وإذا كان في تطابق في النسبة، فإحنا هذه شو اسمه، سبحان الله، أن ساعات تي الأرقام كثير قريبة، خلنا نقول بين 2 من المشاركين. فلجنة التحكيم في النهاية عندها اختيار شخص واحد في كل مجموعة من الـ5 المتسابقين. أو 5 مجموعات، كل 5 مجموعات يحق لها اللجنة أنك تدخل مشارك واحد إذا شافت أنه والله الأرقام، وعادة تطلع يعني خلنا نقول إذا أقرب شيء يكون تقريبا نص درجة إذا في فرق بينهم. ولكن لجنة التحكيم لها الحق أن في كل 5 حلقات تختار متسابق، إذا كان صوته وتلاوته صحيحة طبعا وصوته جميل، لأنه يتم اختياره. ولكن النقطة الرئيسية أن شنو الأشياء اللي خلال 5 سنوات وصلنا للدورة السادسة، طبعا كانت واحدة من النقاط اللي دائما نشتغل عليها اللي هي عملية الفرز. عملية الفرز تأخذ جهد كبير، وخاصة العدد المشاركات 1270 مشاركة. فإن لجنة الفرز لازم تسمع الصورتين اللي عليهم، إن كل واحد لازم يسمع الصور القراءة نفسها، واختيار الأمية كثير، إن من 1200 نوصل ل 1270 نوصل ل 100 متسابق، هذه تمر في مراحل مشوار طويل. وأيضا شفافية المسابقة، يعني إن ممكن ان الشخص يعرف من اي دوله ولا شو اسمه، عاده احنا ما نذكر لا الاسم ولا الدوله، فيتم اختيار الشخص من صوته من عذوبه الصوت. طبعا في لجنه الاداريه تشيك ان كل
القراء هم جالسين مثل لايف، يكون انه والله قراءته صحيح، التسجيل صحيح لانه فيه حجم معين قياس معين. نعم. ويتم من ثم نقله الى لجنه الفرز، ولجنه الفرز عاده ما تعرف الاسماء، ما تعرف الدول. نعم. وعلى ضوءها يتم قراءه بس سماع الايه نفسها. نعم. والصوره نفسها ويتم تقييمه. فهذه لجنه الفرز دائما هي الصعوبه، خلينا نقول اللي الكبيره، اللي لازم نفرز 1270 متسابق. وهي اللجنه الفنيه تعتبر يعني لتقييم كل المواهب الموجوده. هذه النقطة صحيح ان هي. نعم. اصعب شيء، ودائما احنا حريصين في كتارة ان نأكد ان التقييم كان صحيح، عشان حتى ما يكون في نظلم من ال 1200. فان نضمن، وخاصه نضمن ال 100، ان هذه الاصوات الجميله اللي جات ووصلت للنهائي في المسابقة. صحيح. فإن شاء الله بإذن الله، وإحنا في دائما في تجديد ونجهز للأفضل ونحاول الأفضل. والشكر خاصة الشكر لوزارة الأوقاف لأنهم دائما معانا. نعم. كراعي للجائزة. الوقف أيضا هم تحت إدارتهم، فدائما تنسيق معهم وإذا في أي شيء. نعم. صحيح. سيد خالد عبد الرحيم، شكرا لتواجدك معنا اليوم، وبالتوفيق ان شاء الله في الدورات القادمه. الله يسلمك. شكرا لك. شكرا لك. اذا اعزائي المشاهدين ما زلنا مستمرين معكم، ولكن نطلع الى هذا الفاصل القصير ونرجع بعدها نستكمل ما تبقى من حلقه الليله من ترحيب، خلكم معنا. حياكم الله ورجعنا لكم مرة ثانية بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام، نتوقف الآن مع فقرة أخبار محلية سريعة. نوهت وزارة الداخلية عن عودة العمل بمنفذ أبو سمرة الحدودي بصورته الاعتيادية اعتبارا من 23 ديسمبر 2022، وأضافت الوزارة في بيان عبر تويتر أن المركز سيقوم باستقبال المسافرين طبقا للإجراءات الاعتيادية المعمول بها سابقا، ووفقا لسمات الدخول ووثائق السفر المعتمدة. أعلن الحساب الرسمي لمترو الدوحة وترام لوسيل عبر تويتر عن الموعد النهائي للتنقل المجاني مع بطاقة هيا، وأوضح أن التنقل المجاني لبطاقة هيا سيستمر حتى 23 ديسمبر 2022، وابتداء من 24 ديسمبر 2022 سيصبح التنقل مع مترو الدوحة وترام لوسيل باستخدام بطاقة الرحلات فقط. انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة قطر بالتزكية ممثلة لمجموعة آسيا والمحيط الهادي كعضو في اللجنة التنظيمية للجنة بناء السلام للفترة 2023-2024 تحت فئة الجمعية العامة. أخوي خالد، كانت هذه نشرة الأخبار السريعة. يعطيك ألف عافية جاسر. طبعا أعزائي المشاهدين، أيضا وفي سياق آخر، حيث اختتم النادي العلمي القطري المخيم الشتوي حول صناعة الساعة الرقمية وعلوم الفضاء والفلك، وذلك بمشاركة 100 مشارك قطري. نتابع وياكم التفاصيل من خلال التقرير التالي. في إطار زيادة الوعي المعرفي بالمجالات العلمية، نظم النادي العلمي القطري مخيم الشتاء العلمي 22، وذلك تحت شعار مختبر العلوم والابتكار. تضمن المخيم مسارين اثنين، هما مسار الفلك وعلوم الفضاء للفئة العمرية من 7 حتى 14 سنة، والمسار التكنولوجي والذي يركز على صنع وتنفيذ ساعة رقمية للفئة العمرية من 15 حتى 21 سنة. حاولنا كثر ما نقدر أن نوفر مجموعة من البرامج تتناسب مع كل فئة عمرية، فكل فئة عمرية كان في لها مجموعة من التمارين والورش التدريبية اللي تتواكب مع وعيهم المعرفي واللي يقدرون أنهم يمشون فيها بشكل صحيح خلال عملية التعليم. وقد شارك في مسار الفلك وعلوم الفضاء 70 طالباً بوقع 10 إلى 12 طالباً بالصف الواحد لتكون الفائدة أشمل وأفضل. أما المسار التكنولوجي
فقد تم تحديده ب 16 مشاركا ومشاركة، وهذا العدد يعتبر عددا نموذجيا بالنظر إلى طبيعة المعلومات والعمل المقدم لهم. بما يخص مخيم المبتكر الواعد، أقمنا فعالية تختص بالعلوم والفلك بحيث أنهم يعرفون أكثر عن الظواهر الطبيعية وشلون تحدث هذه الظواهر وشنو الخبايا من وراء هذه الظواهر وشلون ممكن إحنا ندخل التقنيات الحديثة مثل الروبوتات في هذه الظواهر. بالإضافة إلى ذلك نسوي مجموعة من المشاريع التعليمية اللي تستهدف أن ترفع الوعي المعرفي عندهم بالنظام الشمسي وحركة الكواكب حول النظام الشمسي. في مسار واحد في الصناع كان عنوان الفعالية أصنع ساعتك الرقمية، بحيث أن الشباب يجمعون ساعاتهم الرقمية ويلحمون القطعة مع بعضها البعض ويركبونها لما يصلون المنتج النهائي عبارة عن ساعة رقمية. بالإضافة لذلك مررناهم في عملية التصنيع الرقمي وتحديدا الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام المختبرات موجودة عندنا في واحة الصناع. هذا ويهدف النادي العلمي القطري إلى اكتشاف المواهب والقدرات العلمية لدى الشباب وصقلها، بالإضافة إلى تنمية روح البحث والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وللحديث أكثر عن المخيم الشتوي للنادي العلمي القطري وأبرز الأنشطة، نستضيف السيد حمد عادل السعدي رئيس الأنشطة والفعاليات بالنادي العلمي القطري. حياك الله معنا أخوي حمد. الله يحييك ويبقيك، ونرحب بالسادة المشاهدين أيضا. يا مرحبا والله ومسهلا. في البداية ودنا نتحدث عن هذا المخيم بشكل عام. طبعا المخيم هو ينقسم لقسمين، قسم اللي هو ينظمه اللي هو المبتكر الواعد اللي هو للفئة العمرية الصغيرة المشاركين يعني، وقسم الميكر سبيس اللي هو للفئة العمرية الكبيرة. المبتكر الواعد نظم فعالية اللي هي الفلك وعلم الفضاء بشكل عام يعني، فكانت الفئة العمرية من 7 إلى 14 سنة. هالفئة العمرية استهدفناها عشان ننمي عندهم المهارات العلمية اللي تخص الفلك وأيضا تخص الفضاء، يعني أسماء الكواكب هالأشياء، في بعض الأشياء يعني ما يعرفونها المشاركين، فحبينا أن ننمي فكر المشارك بهذه الأمور لأن هذه تدعم الاستدامة في المستقبل. مثلا يعني عندك بعض المشاركين أو لا صح كل المشاركين تعلموا شلون يسوون مكوك فضائي باستخدام اللي هو الضغط الجوي ما شاء الله، إنه بالضغط قصدي الضغط الهوائي، إنه بالضغط الهواء يقدر يطير مكوك. هاي احدى الانشطة اللي سووها يعني. بالنسبة للنشاط الثاني اللي قايم في الميكر سبيس اللي هو تصنيع ساعة رقمية، بدل ما المشارك يشتري ساعة ويخليها عنده في الغرفة، حبينا ان احنا نخلي المشاركين بالذات عندك الفئة العمرية اللي هي من 15 ل 21 سنة، هل تقدر تستعمل اللي هو الويلدينج اللي هو اللحام الويرات هالأشياء، فحبينا أن نعلمهم شلون يسوون ساعة كاملة من قطع من هاي هم يسوونها يعني باستخدام الـ 3D برينتر، باستخدام مكاين اللحام، باستخدام اللي هو الشرايح، الشاشة، كل هالشيء هم اللي يركبونه من A to Z يعني. نعم حمد، أنا ودي أسألك شوي عن محتوى البرنامج هذا، يعني هل كان له مثلا سند أو أساس علمي طبقته أو مطبق في مكانه وأنتوا استحدثتوه عندكم مثلا، على ماذا أقيم هذا البرنامج يعني؟ هي الأفكار دائما تطلع من النادي، احنا في كل إجازة نحب نستقل نجيب المشاركين اللي هو عندهم إجازات مدرسية أو سواء جامعية، لأن 21 احنا نتكلم، فالإجازات هذه نستقلها أن نفيد المجتمع بشكل عام من مقيمين ومن مواطنين يعني. فهاي مدة البرنامج كانت 3 أيام فقط يعني، الإجازة قصيرة لنا، فاستغلنا أن هالثلاث أيام بعد اليوم الوطني يعني نزودهم معلومات مش موجودة عندهم.
هاي شكلها بشكل دائم يعني عندنا في النادي يعني كل سنة كل سنة يعني نسوي 3 إلى 4 أنشطة رئيسية نتكلم في الإجازات الرسمية بغير النشاطات المستمرة اللي تكون خلال فترة الدراسة يعني. ما شاء الله تبارك الله. طبعا اللي نبي نعرفه أكثر هي طريقة التسجيل، كيف تتم طريقة التسجيل في هذه النشاطات؟ طريقة التسجيل تكون عبر الموقع الإلكتروني اللي هو www.qcs.org.qa. الموقع فيه طريقة المشاركة وأيضا التسجيل، أقصد التسجيل للمشاركة في الأنشطة، وأيضا اللي عنده أي استفسارات أي شيء يقدر يتواصل عبر الموقع ليحجز موعد مع أحد المهندسين، سواء إذا كان عنده أي ابتكار أو أي اختراع في باله يقدر يطبقه، أو أنه يستفسر عن أنشطة، أو إذا كان عنده في باله فكرة نشاط يبي يطبقها إحنا ندعمه بشكل كامل، يجي النادي ويطرح الموضوع وإحنا نستقطب هالأفكار. يعني الطريقة للتسجيل اللي هي عن طريق الموقع الرسمي لنادي العلم. الموقع لنادي العلم نعم. في أي طريقة ثانية مثلا لو بغيت أنا أروح هناك أسجل عندكم شخصيا في إمكانية يعني؟ تجي عندنا تسوي هي العضوية. العضوية النادي العلمي، ومنها تقدر يستقبلونك يعني الشباب عندنا ما يقصرون ما شاء الله. سواء المهندسين، المدير الإداري أيضا يستقبل الناس، المهندس راشد الرحيمي وأيضا النائب المهندس عبد الرحمن خميس، يعني عندنا الشباب داعمين دائما دائما يعني وبشكل كبير لأي شخص حاب أنه يطور بفكرة ما شاء الله تبارك. نعم. طيب خلني أسألك عن عدد المشاركين، يعني عدد المشاركين تقريبا يتراوح أو تقريبا قريب ال 100 مشارك. هل في مواهب تم اكتشافها من هؤلاء المشاركين؟ أبدوا اهتمامهم في بعض البرامج المعينة عندكم؟ بس تصحيح للمعلومة، احنا المشاركين عددهم 16. ال 100 مشارك هاي اللي سجلوا بداية عضوية. أول يوم هاي من الإقبال الكبير عندنا في نعم. في الأنشطة نعم. ال 100 مشارك هاي من أول يوم 100 سجلنا 100 مشارك. نعم. طبعا يصير في اللي هو نطلع منها الناس، واللي مثل ما يقول لك اللي نفرز لك بني نفرز الناس، واللي جاء اول ياخذ المقعد اول. نعم نعم ممتاز ما شاء الله تبارك. نعم. يعني هي حسب الاسبقيه نقدر نقول. نعم نعم ما شاء الله. طيب في البدايه عن انت تكلمت عن الساعه الرقميه. نعم. وشفنا مع بعض ايضا في التقرير هذه الساعه الرقميه، حدثنا عن صناعه هذه الساعه الرقميه وكيف يعني جيتوا بالفكره او كيف خليتوا المشاركين هم اللي يصنعونها. طبعا اول شيء الشباب ما قصروا يعني فكروا ان الشيء الوحيد اللي موجود في كل غرفه سواء ولد صغير ولا كبير كل غرف المشاركين تكون في ساعه. نعم. هاي شيء طبيعي كمنبه او كانه يشوف الساعه وبشكل عام يعني. فالشباب عندنا فكروا انه يصنعون شيء يقدر يستفيد منه المشارك، ففكرنا ان نحط ساعه انهم يصنعون ساعه من A to Z اللي هو تصميم خارجي، المشارك هو اللي يسوي التصميم الخارجي له انه شلون يكون شكلها، مدور مستطيل مربع شكل اللي يبيه، وهو اللي يصنعها كولدنج نعلم المشارك شلون يسوي اللي هو اللحام. نعم. وفي الشرايح وتركيب اللوحه وهالاشياء يعني والازره وهالشكل هو اللي يعني المشارك هو اللي يسويه. نعم. طيب احنا يمكن يعني ودنا نسال ايضا يعني نعرف الناس على الدور الاساسي للنادي العلمي، الشراكات المجتمعيه اللي تسوونها، التعاملات مع المدارس مع الجهات الحكوميه مؤسسات الدوله، شنو هي الوظيفه الرئيسيه حق النادي العلمي؟ شنو الهدف الرئيسي منه؟ الهدف الرئيسي للنادي العلمي واللي هو تنميه المجتمع، انه يكون يعني المشارك ذو فكر علمي بحت. نعم. ويكون يعني يعني بشكل عام كالمواطنين او كمقيمين يعني علمين. مثقفين علميا من جميع النواحي، يعني احنا في النادي يعني نغطي كل النواحي العلميه. يعني هو القصد ان النادي العلمي، لان صراحه ليش سالتك السؤال هذا، انا كنت احد المشاركين يمكن من اكثر من 18 سنه. النادي العلمي يعني اعتقد انه هو يبني فكر حق الاجيال الصاعده، يتبنى المواهب، يستغل الفرص، اعتقد يعني حتى عند الناس جاسر تعرف ما نبي ساعات عيالنا نشوفهم مثلا ما تكون عندهم مواهب. يعني كانت في عندكم فرق خاصه حق الطيران سيميليتر، وكان في النجاره والحداده والامور هذه كلها،
وكان في تعاون مع المدارس. انا ما ادري هل ما زال نفس الرذم نفس الفكر هذا موجود؟ نعم ما زال نفس الاشخاص يدخلون. اعرف نعم. ناس حتى دخلوا عندكم الحين كذلك اضيف عليك بزنس مان يعني دخلوا ايضا في الميكانيكا ما شاء الله تبارك الله. انا حضرت في النادي العلمي كان عندي اتوقع تغطيه هناك كان في ميكانيكا والشباب صحيح. شغالين على المكاين وعلى صحيح. يعني صراحه شيء مبهر اللي نشوفه في النادي العلمي. هل ما زال هذا الشيء مستمر؟ ما زال التطور زين يعني كل ما كل مالنا احنا نطور. بس معلومه للمشاهدين انا كنت احد المشاركين ممتاز وانا صغير كنت احد المشاركين في البرامج اللي مطروحه يعني نفس البرامج اللي مطروحه الحين. تطورت الى مبتكر ومن مبتكر الى متطوع الى مسؤول متطوعين. حاليا انا رئيس قسم الانشطه والفعاليات فالنادي في تبني حق المواهب يعني معناته هاي الفكره اللي ابي اوصلها ان النادي دائما يدعم الشباب بشكل عام ودائما يتبنون الشباب بهدف انه بهدف تطوير دائما. نعم. ما شاء الله تبارك الله. طيب المشاركين يتم منحهم اكيد شهادات فش اللي تخوله او تعطيهم هذه الشهادات يعني بعد التخرج خلينا نقول انهاء هذا المخيم او الدوره خلينا نقول بالشهاده هذه وش ممكن يسوي؟ طبعا الشهاده هذه يقدر يحطها مثلا بالسي في عنده مثلا اللي هو الميكر سبيس يقدر يحطها بالسي في انه هو تعامل مع اللي هو اللحام والادوات اللي هو التقنيه العاليه. نعم. فالشهاده دائما تفيد يعني ما في اي شهاده ما تفيد حتى لو كانت بشيء بسيط يعني. الهدف من الموضوع فكر الانسان مو بالشهاده ان فكر المشارك يتطور. صح. هو يعني الاستثمار في العقول دائما النوادي العلميه اذكر حتى يعني كانت لي احدى السفرات يمكن في امريكا في هيوستن زرنا الاماكن اللي فيها المكوك الفضائي وشفنا المتاحف المصاحبه يسوون جاسر قدامك يعلمون الاطفال على المعلومات العلميه الكيميائيه قوه الدفع الانطلاق متى ينطلق الصاروخ وكذا وكذا وما الى ذلك وتستغرب من كميه الاسئله وعمق الاسئله العلميه صراحه انا شخصيا يعني انا ما اعرفها مو مجال اهتمامي ودراستي ولكن تحس ان الاعمار هذه ما راح تتقبل وتحس ان هذه الاعمار ما تتقبل ولكن تعرف ايش يسوون نفس ما انت قلت تجربه الصاروخ هذا ما ادري شنو اللي يسوونه ولكن يطبقون لهم بعض التمارين قدامهم من اشياء من اكلات معينه من قوارير معينه كانت يعني صراحه كان تعلم دائما تعلم تفاعلي هذا هو المبدا هذا هاي مبدا النادي طبعا يعني ما يكون نفس المدارس اللي هو تعليم تلقيني دائما نعم صحيح ان واحد زاد واحد يسوي اثنين الصبوره نعم. لا احنا نخلي المشارك هو اللي يشتغل في الموضوع هو اللي يمسك الادوات بيده وهو اللي يشتغل في الموضوع احنا كداعمين فقط نعم. ان توجيهيين يعني فقط صحيح ما شاء الله تبارك الله. احنا استمتعنا معك بالحديث حمد ونتمنى لك المزيد من التوفيق والنادي العلمي مزيد من الازدهار ان شاء الله نكون معكم على تغطيات مستمره بكل الفعاليات اللي تشاركون فيها. شكرا على وجودك معنا حمد السعدي من النادي العلمي. وشكرا وشكرا للمشاهدين. يا مرحبا والله مساء. اذا مشاهدينا الكرام ننتقل واياكم الى فاصل قصير ونعود بعده لمتابعه حلقه الليله. لا تروحون بعيد. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ونصل وإياكم إلى أخبار متنوعة من العالم. دشنت المملكة العربية السعودية مركزا جديدا للزوار في مدينة خيبر يسلط الضوء على تاريخ المنطقة بشكل أوسع ونتابع في هذا التقرير. عرفت مدينة خيبر السعودية بالغزوة التي جرت بين جيوش المسلمين أيام النبي محمد وقبائل يهودية ولكنها تسعى اليوم إلى إعادة تقديم نفسها كموقع سياحي. وتقع خيبر في واحة وسط صخور بركانية شمال المدينة المنورة وكانت تعيش فيها قبائل يهودية. معروف أنه خيبر هي لها علاقة قوية بالدين وعلاقة قوية بما تم ذكره ومتعارف عليه لدى الجميع بأنها يعني لها علاقة وطيدة بالرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا لها علاقة قوية بالتاريخ والحضارة فهي جمعت كل هذه الأشياء في مكان واحد فلذلك سببت أو جذبت كثير من السياح لهذا المكان.
ودشنت السعودية أخيرا مركزا جديدا للزوار في خيبر يسلط الضوء على تاريخ المنطقة بشكل أوسع. يعني الحقيقة ما بس لي أنا، لكل المجتمع الأمر بالنسبة لي يعتبر نقلة نوعية، يعتبر شيء كنا ننتظره من زمان. أنا بحكم اهتمامي في البحث وفي خيبر والسياحة، و يعني من أكثر من 20 عام وحنا ننتظر مثل هذه اللحظة هذه، فالحقيقة نعتبرها نقلة نوعية. ويقدر علماء الآثار أن خيبر كانت مأهولة بالسكان منذ أكثر من 200,000 عام، وشكلت ذات يوم محطة حيوية على طول ما عرف بطريق البخور القديم لتجارة القوافل الذي يربطها بالمدينة المنورة في الجنوب ومدينة العلا الصحراوية في الشمال. أنا أعتقد أن يفترض أن نسلط الضوء على خيبر كمنطقة تاريخية تعود جذورها إلى فترات ما قبل التاريخ، بما في ذلك الفترة اللي كانت في اللي صار فيها اليهود. ويأتي المشروع في إطار حملة تقوم بها المملكة التي بدأت في العام 2019 بإصدار تأشيرات سياحية لجذب 30 مليون سائح من الخارج سنويا بحلول عام 2030، في إطار رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط والانفتاح على العالم. إذن وننطلق أيضا معكم إلى قبرص، حيث تحط طيور الفلامينغو رحالها في مدينة لارنكا خلال موسم الهجرة الشتوية. عند بدء موسم الأمطار تجد طيور الفلامينغو الوردية ملجأً في بحيرات مدينة لارناكا القبرصية، حيث تتشكل بحيراتها على هيئة كتلة من المياه تجف عادة في الصيف وتتحول إلى بساط ضخم من الملح، ولكن تنشط هذه البحيرات في فصل الشتاء مع وصول مجموعة كبيرة من هذه الطيور المهاجرة. وتعتبر قبرص محطة رئيسية في طريق الهجرة للعديد من الطيور التي تشق طريقها من أفريقيا إلى أوروبا. وتستقبل بحيرات لارناكا المالحة، وهي شبكة من الأراضي الرطبة المكونة من 4 بحيرات، حوالي 10,000 طائر من طيور الفلامينغو، حيث تبقى خلال فصل الشتاء وتغادر في شهر مارس باتجاه القارة الأوروبية. أعلن علماء أنهم استخرجوا من رواسب في غرينلاند حمضاً نووياً لأنواع مختلفة من الكائنات عمرها يقدر بحوالي 2 مليون عام، تعود إلى العصر الجليدي، وهو أقدم ما اكتشف في هذا المجال على الإطلاق، ويوفر آفاقاً جديدة لعلم المتحجرات القديمة. نتابع في هذا التقرير. أعلن علماء أنهم استخرجوا من رواسب في غرينلاند تعود إلى العصر الجليدي حمضاً نووياً لأنواع مختلفة عمرها يقدر بمليوني عام، وهو أقدم ما اكتشف في هذا المجال على الإطلاق، ويوفر أفقاً جديداً لعلم المتحجرات القديمة. كما اكتشف العلماء أن الحمض النووي يمكن أن يعيش مليوني عام، أي ضعف عمر الحمض النووي الذي عثر عليه سابقاً. وهذا الحمض النووي جاء من الجزء الشمالي من غرينلاند والمعروف بكيب كوبنهاجن، من بيئة لا ترى اليوم في أي مكان على الأرض. وبقي الحمض النووي محفوظا بطريقة جيدة لأنه كان مجمدا وفي مناطق لم تكن عرضة سابقا إلا لقدر قليل من الاستغلال. وأتاح عمل الباحثين الذي بدأ عام 2006 في رسم صورة لما كانت عليه هذه المنطقة قبل مليوني عام، والتي ضمت حيوانات من ضمنها الأرانب البرية التي كانت تعيش وسط عدد كبير من النباتات تقدر بأكثر من 100 نوع. هذا الاكتشاف طرح على الباحثين مسألة قدرة الأنواع على التكيف، نظرا إلى أن غرينلاند شهدت قبل مليوني عام
درجات حرارة أعلى بما بين 11 و 17 درجة من مستويات الحرارة الحالية، علما بأن الشمس لا تغرب خلال أشهر الصيف ولا تشرق خلال الشتاء في هذه المناطق. وبذلك مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لليلة، بإذن الله راح نكون معكم في الحلقات القادمة بمواضيع متنوعة وأخبار جديدة، ونقول لكم فمان الله.